Noël d'Arles Express FM. زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس والتحق بنا ضيفنا لاعب نادي الفريق بلال العيفة. نقول لهم ضيف ضيقة بلال شنو الأحوال؟ صافا الحمد لله لاباس خويا سلام. ما ضعتش؟ والله ضعت مشيت لبلاصة أخرى. شنو الأمور؟ والله الحمد لله لاباس الحمد لله. الحمد لله. دونك ضيفنا في الساعة الأولى كما تستانستوا بلال العيفة باش يكون معنا بون ساعة غير دارجين ولا نزيد نوثقوا دارجين من الساعة الثانية. وبعد باش يكون معنا بالتليفون زميلنا وليد بالرحومة من قطر نحكيو معاه على نهائي كأس العالم للأندية كيف باش يكون معنا العضو الجامعي واصف جلايل يحكي لنا على اهم التنقيحات اللي صاروا البارح في الجلسه العامه التنقيحيه للجامعه التونسيه لكره القدم. نبداو مع بلال العيفة. بلال اول سؤال شنو رايك في اللي صاير بخصوص مقابله فيرونا اليوم؟ والله معناتها شو نقول لك، معناتها عباد قصت التيكيت نتاعها، عباد مبرمجه على الماتش باش يعملوا امبيونس باش يعملوا برشا جو. انا بدي ما للبارح معناتها اليوم الاولاد خرجوا من ستاج للبارح وانا نكلم فيهم في ستاج جاوهم به يحضروا للماتش. بعد ما نعرفش شنو صار وكل واحد يحكي حكايه معناها نتاع طياره ما مشيتش مانيش عارف شنو الحكايه بالضبط. اما ما يجيش معناها عباد قاساتيكيتها وعباد حتى من الاولاد كونسونتري على الماتش نتاعهم. الله غالب هذيك هي الظروف في تونس. باش نوضحوا للاحباء، كنت مع قبيله شويه مع شكون من الهيئه نتاع النادي الافريقي، اكد انه المفاوضات ما زالت متواصله حتى لتوا مع هيئه فيرونا، قاعدين في اجتماع حاليا بدا مري ساعه باش ياخذوا بعض والديسيزيون الفينال نتاعهم. هيئه فيرونا ناكدوا ان النادي الافريقي اتفق مع شركه جديده في شركه ريان جديده لكن اخلت بالتزاماتها، يبدو انه مع شركه راعيه، هذا اللي خلى نادي فيرونا ما يجيش اليوم المقابله. ان شاء الله تتدارك على الاقل هيئه النادي الافريقي وتصير المقابله. تاثر بلال شويه على الملاعبيه حاجات كما هكا التركيز نتاعهم؟ بيان سور تاثر، معناتها التو في مخاخ الاولاد اسكو باش يلعبوا ماهوش باش يلعبوا. ما نعرفش شو نقول لك، ان شاء الله ان شاء الله يجي وان شاء الله نلعبوا، على خاطر كما قلت لك على العباد محضر الرويحه وقاسها ديجا تكياتها، معناتها عيب معناتها ما يجيوش ولا طيران هذم اللي ما مشاو لهمش ولا شنو هي الحكايه، معناها عيب كبير معناتها حتى لتونس اللي ماش تاع تونس ماهيش باهي الحكايه هذه. باهي انت شنو الامور؟ علاش ماكش كونفوكي؟ مازلت شويه مازلت ماكش حاضر كيفاش بالضبط؟ لا ما كنت مع الاولاد نترينا، عندي ضربه خفيفه وكا ان شاء الله لاباس، معناتها نترينا وان شاء الله لاباس. انا فيزيك مو حاضر انت الماتش؟ الحمد لله فيزيك مو حاضر. شنو هي الضربه كيتها في الانترينمون؟ اي عملت فو موفمون في باهي. علاش بلال اول سؤال، علاش قليل الظهور الاعلاميه عند ما حتى نحضر في الحصه؟ شفت شويه حوارات تقريبا قد لقيت ثلاثه في فود 24 في قبل في برنامج ماهوش في تونسنا مش تاع سبور في سيت تبع الكلوب، اما ما تظهرش برشا اعلاميا، انت تخير هذا ولا كيفاش بالضبط؟ ايه صحيح ما نحبش انا نظهر برشا، سيرتو معناتها ما نحبش نتكلم برشا، ما نحبش نظهر في الصوره، واحد مش قاعد يظهر والكلام واصل عليه. انا من طبيعتي ما نظهرش برشا في التلفزه ولا في الراديو معناتها. باهي باش نرجع بيك البدايات نتاعك من اللوب الكل، نحكيو شويه على اول نهار خممت فيه باش تمشي تستي في جامعه ريانا ظهرلي، تحكي لنا كيف جات الفكره وقتها في النهار هذاك كيفاش؟ والله ما نتفكرها كيما تو الحكايه، معناتها مشيت نقرا ومروح معناتها والعشيه وعندي خويا اكبر مني بعامين يترينا في ريانا معناتها. كاو مشى هو يترين وانا لا، معناتها درا حسيت هالحكي في معناتها العشية ماشي نقرا ما مشيتش في ساعات من المكتب من السنه الاولى. مشيت لريانا بس بدري بمنديلتي بحواجي كل مشيت، معناتها انتستي يا اخي معناها ما فماش العمر نتاعي وقتها في ريانا، معناها تستيت مع اللي اكبر مني ياك. ومن بعد ترانيت بس بدري بالكل عجبتهم، قالوا لي وقتها جيبك تصور وك الحكايات. مشيت للدار معناها حالتي كيكة مش بدري تقطع وكل شيء، دخلت لامي قلت لها نحب تصور ونحب، نسيت وقتاش قالوا لي بالضبط تصور وما نعرف شنو راهو قبلوني في ارينا، قالت لي تفادلك، قلت لها والله العظيم هيك غدو نفس الحكايه. يا اخي جي وقت نتفكروا عم حسن هذا عساس معناها في المكتب نتاعنا، قال لها راه ولدك يجي الصبيح ولا شيء ما يجيش،
هيك وعرفوني اللي انا معناتها نفسي اعمل قرايه ونمشي نترين كمية تريحة قديت لوني بتريحة كاوة ذيك هاي البداية بعد تحاول الفريقي كيف جاي من ريان والله تحاول الفريقي معناتها انا من اللي انا صغير معناتها نحب ند الفريقي مشيت كيب ناسيونال من اريانا بعد حبوا علي جمعية الكل خيرت ند الفريقي وقت شكون حب عليك وقت ليتوال والاسبيرانس و وسفيقس ديجا وقتها لونترونور نتاع الاسبيرانس يجيني للدار هو من اريانا وقتها كان يريني في الاسبيرانس كان يجيني للدار قلت له ليه راني ما نحبش نمشي راني انا نحب النادي الافريقي نحب نلعب في النادي الافريقي ومن بعد بابا حبوا يقنعوه باش نمشي النجم الساحلي معناتها فهمت قلت له ليه راني انا كان مانيش ماشي النادي الافريقي راني باش نبطل وقتها بابا خاف شوية وكل شيء تحاولت النادي الافريقي ما ندمتش لا ما ندمتش عمري لا باش ندم منتخب 2007 ظهر لي منتخب بطولة العالم 2007 منتخب الكادير ظهر لي وقتها العباد عرفت بلال عيفة وظهر لي تبدلت برشا حاجات من وقتها صحيح والله كان وقتها قعدنا نحضروا معناتها في الكاس افريقيا وكاس العالم معناها عندنا جمعية وقتها باهية فيها برشا جوارات تلهاو فينا وقتها في بورس درية كانت عندنا جمعية باهية عند سي ماهر الكنزاري معناتها تلهاو بينا عملنا جمعية باهية على الضاع بلال جيل هذاك توقعنا وقتها عملتوا دي بيرفورمانس كبار برشا في المونديال توقعنا ملاعبية باش يكملوا ممكن كان يوسف المساكني وانتلي يمكن كملتوا هكا ونوضجوا على حضرية شوية اما ما عملوش اللي كنا نستناو فيه معناها صحيح والله الظروف معناتها ما زادش وقفت من بعد كوب دي موند كل واحد معناتها اللي صحح صحح واللي ما صحح ما عملولوش كونترا ضاع واللي عملوا كونترا معناتها تلهاو بهم شوية من بعد سايبوهم صحيح الجيل هذاك معناتها جيل كان فيه برشا جوارات اما قعدوا منهم ثلاثة ولا أربع جوارات شكون أكثر واحد موهوب كان؟ نور حضرية أكثر من يوسف مساكني أكثر علاش ما كملش نور؟ نور ما عندوش الحقيقة كل واحد ياخذ حقه نعرف صاحبك برشا هو أي صاحبي برشا نور ما عندوش زهر في الكورة كيما نقولوا ميشيل بنزر تعمل عام باهي حبت عليه كيب من سويسرا ما حبش يسيب وقت البريزيدون تاع بنزرت وصارت المشكله ما بين بنزرت والكلوب عليه وقت في الرجوع هو حب يخرج وقتها وبعد قعد ضيع شويه معناها ما عداش عام به كما يلزم مشى رومانيا في رومانيا صحح بعد جمعه طلع قانون جديد نتاع 10 ماتشات انترناسيونال 10 ماتشات العام الاخر ما نعرفش حاجه هكا المهم طلع قانون جديد في في في, في رومانيا كان مسكين روح لتونس عمل شوا مشى لمرسى ما مشيتش معاه اما نور كان نتفكر برشا شباب رونالدينو كان قبل ملاعب ياسر الواحد اللي كان يلعب باليمين واليسار و غير امشي تتلقاها الكره قدامك وكهو اللي مسكني بعد فات الناس الكل كان نجم يعمل كلام اخير يوسف اي يوسف تبارك الله معناتها جوار كبير ياسر بون هو اختار معناها باش يمشي لقطر كان مشى معناتها لجمعيه اخرى في الاوروب ولا واحد ينجم يعمل ما خير اللي يعمل فيه تو انت من 2007 في سينيور هكا 2008 اي من 2007 12 عام معناها 12 عام كابر كيفاش تقيمها بداية في الفريق تعتبر نفسك من لاعبيه تاريخيين في الكلوب الحمد لله معناتها نتصور معناتها 12 سنه في جمعيه كبيره كيما النادي الافريقي مش بالسهل معناتها برشا بريسيون فيها جمعيتنا وعندنا جمهور تبارك الله معناها كبير ياسر ما نتصورش بالسهل واحد باش يعدي 12 سنه في جمعيه كبيره كيما النادي الافريقي الحمد لله واحد راضي على اللي يعمل فيه في النادي الافريقي الحمد لله يا ربي معناتها نشكر الجمهور اللي ديما واقف معايا مش ديما ديما يمسيلش مش ديما معك اكثريتهم ديما معايا معناتها ما تعتبر نفسك لحمتك حلوه بليل هلأ حتى يغلط لتاكون يجي في ناس بيها دايفة على الاخر علي مش الحكاية هذي خاطر يمكن يشوفوني انا ولدهم ما نعرفش انا ساعات نحير فيها زادة الحكاية هذي ساعات نروح وحدي للدار نهبل معناتها نقول حتى مثلا يونترونور يجي مد
يمدش انا شعملت في الماتش نقى روحي مريقل معناتها عدي ماتش وياخذ الديال متاعي نبهت فهمت. اما نصور على خاطر يتغشوا على ولدهم اول واحد خاطر انا ولد الكلوب فما برشا ولد الكلوب مشكل انت البريود اللي فات ما فماش برشا بون فما كان زهير ويحيى وحمزه فما حمزه ايه. عاطف حتى من هذوما طبعا ولد الكلوب ايوه كيف. عاطف اما انت صابر الموت قلقك شويه بلال حقيقه تقلقني برشا وقتاش اكثر حاجه وجعتك مع الجمهور اكثر حاجه عامناول معناتها كل شيء وحلوه في راسي انا على خاطر عامناول انا شو نقول معناها عامناول انا نصور نكور وما نحسبش لغالب جات بريود خايبه على الناس كل مش كان على جوار انا تحملت المسؤوليه اكثر من اللازم لعبت ما هربتش من ماتشوات كيما برشا عباد تحملت مسؤوليتي لعبت معناتها ماتش مازنبي الروتور انا نلعب عامل عمليه ما حبيتش ان ما في بالو حد نلعب عامل عمليه لا يقول لك وهرب من الماتش معناتها فهمت لعبت وكملت الماتش للاخر كاو معناتها تحملت مسؤوليتي شو صار بالماتش هذاك العباد تو مش فاهم لليوم انا بدي لليوم مانيش فاهم صدقني كي تعاود 20 ماتش 20 مره الماتش ما نعرفش انا التولي مانيش فاهم انا في وسط الماتش دور للولاد نعمل ما يديش بيكم مش فهمها ما انا بيدي التولي اني فاهم كيفاش فهمت فما بعدك حكيت على سابوتاج كان مثلا للمدرب لا تلعب في جامعه كبيره كيفاش لا امبوسيبل حتى كان صحيح مش بالطريقه هذيك لا ما فماش منها الحقيقه والله لا فما منها فماش منا الحكايه باين واصل ما حكي علاقتك مع الجمهور فما بروفيل غلب عليا يعني في الفيسبوك ما عرفش اكيد تعرف شنو حكيتو بلال انا عارف اي بوبليكاسيون تهبط بلال عيف والله قالوا لي انا مانيش تابع فيه مره قالوا لي اسمه همامي حاجه سليم الهمامي بعد ما نعرفش الحقيقه قال لك يهبطوا تصوير اي جوار منا اي حاجه بلال عيف اي حاجه بلال عيف عندك مشكله مع حاجه ما يعرفش مانيش تبع فيها خاطر انا اول حاجه لا عندي لا فيسبوك لا عندي انستغرام معناها ما عنديش منهم الزوز عندي صحابي يحبوا النادي الافريقي يحكيوا لي ما نعرفش شنو حكيته طفل هذا ما كره مانيش فاهمه معناتها حتى واحد يكره عبد مش سبوع فهمت والله الحقيقة مرة أنا ليه تحس مستقصدك معناها إيه صحيت مرة أنا قاعد وهو قال لي مهبط ستاتيو قال بلال عيفة يشكي بيا لدرشنو هو مصحي مصحي ما كيف ما أنا ما نعرفوش أصلا شكون أنا ما عنديش فيسبوك يعني كيف باش نشكي بيه ولا كيفاش شمني فيه يكتب اللي يحب عليه هو حر معناتها فهمت تنجم تكون خاطر بديت صغير بلال العباد تشوف فيك كبرت أما هو مش صحيح على ذاك يمكن ما يمكن معناتها يمكن الحاجة هذه اللي أنا بديت صغير في جمعية كبيرة أثرت معناتها ديما يشوفوا في بلال سورتيرا ولا بلال مع النادي الأفريقي يمكن حاجة من الحاجات اللي ولت معناتها ديما بلال في الحكاية بلال عمل تضحية كبيرة سمحتي برشا مبالغ العباد ما تعرفش هذا اللي حتى فلوسه العباد نتصور تعرف شنو الحاجه اللي تغيظك كي انت تعمل الضحي وكل شيء ومن بعد تسمع كان السبين وبليل وعلي وفهمت انا مش من تو قاعد نسمع في ملي شد جمال العتروس ربي يشفيه معناتها فهمت من الوقت وانا قاعد نسمع في الفلوس معناتها هذا شنو مع حب قديش سمحت من بديت ما تحسبوش برشا فلوس فماشي مليار يفهم ينجم فهم برشا فلوس ما برشا فلوس وشنو اللي غاضني انا اللي يغيظني برشا عباد تجي تلعب ماتش ميتون وياخذوا فلوسهم اللي معناها يجي من برا ولا ما يقولوا زكريا العبيد لعب ماتش خو اخو 500 مليون سيد ربي يزيدوا اخر مبلغ سايب سمحت فيه قداش اخر مبلغ 460 مليون وقتاش هذا الصيف اللي فات هذا كيفاش وقتها صارت الحكايه في تجديد العقد نتاعك عاودت ومشيت عملت ديجاليزي في البلديه اللي انا معناها مش اي واحد يسمح في مبلغ كبير كما هك تشوف انت ملاعبيه لعبوا في النادي الافريقي عملت لهم اسم قضايا كبيره مرفوعه ضد النادي الافريقي معناها
لغالب هذيك هي ما احنا نشوفوا العباد كيفاش مساكن يضحيوا على النادي الافريقي, يشوف الجمهور كيفاش من دم ومن عباد الدويات دوية حق الدوية متاعه وما يمشي يحط فيه في الكاسة متاع النادي الافريقي, معناتها حاجة معناتها ما تتخيلش, معناتها مش الله غالب هذيك هي النادي الافريقي. انا حاجة بركة اللي معناها سمحت في النادي في فلوسي, مش حب في العباد وحب في جامعتي, ما يهمنيش في شكون الشخص اللي شاد ولا شكون, انا نحب جامعتي, سمحت في جامعتي. صحيح ناكل اكثر واحد قاعد هو العبد لله اللي ياكل في العصامي, نعرف برشا عباد تحبني وبرشا عباد معناتها تحب بلال بالحق. معناتها صحيح فما قضيه في لجنه النزاعات ولا مو صحيح كلامك؟ شنو هي قضيه؟ انت رفعت قضيه لجنه النزاعات تحب على فما فلوس معينين ولا لا؟ لا لا مو صحيح. لا مو صحيح. بلال وقت اللي كنت في الاوج نتاعك كان عندك اوفر من تولوز, علاش ما تمتش الصفقه وقتها؟ هذيك باش نرجع برشا معايا قبل تولوز جاوني برشا عروض. بون هذيك صارت على انا فان كونترا وقت, وبعد بعد قلت لهم لي انا راني نخرج كان بالفلوس من جامعة. انت حكيت برشا مرات على التفاصيل هذا آه. لكن ندمت بلال انك خلات في الاوفر هذاك اليوم كي تعمل هكا ريكول شويه؟ مش ندمت, اما كان ترجع بيا الوقت التالي انه نولي نخرج. نشوف على السيتواسيون اللي انا فيها تو نولي نخرج. شبه السيتواسيون تو؟ السيتواسيون معناها كنت نجم نشوف برشا جوالات خرجت عملت كارير, كنت انا معناها خير منهم, نجم نعمل ما مسيرتك انت تكون مخير مخير منهم. اي بعد تونس جاني برشا عروض, برشا عروض اما غير الزهر وكها. وما تحس لها فما عبيد ما قدرتش التضحية اللي عملتها انت وقتها؟ اي صحيح صحيح, برشا عبيد مش نحس برشا عبيد معناتها نحس برشا عبيد قاصدة بلا العيفة كأنا معناها مش كشخص, نحسهم قاصديني ويهولوا في برشا حكايات معناتها. كيف كيف في الصيف كنت باش تمشي لمصر, شنو صار في الحكاية هذيك؟ مصر ما بون مشيت لمصر معناتها قعدت نستنى في الفيزا يجي شهر, وقتها تعطلت برشا برشا معناتها الفيزا, وقتها صارت مشكلة ما بين تونس و أي. على فاست الفيزا ما نعرفش شنو صار بالضبط, صبيت الفيزا نورمالمون مستنس 3 ايام ناخذها 4 ايام مشيت مخ تعطلت ما نعرفش شنو صاير, قالوا لي الا ما يبعث ورقة من الداخلية غادي ولا حاسلو تعطلت. كي مشيت غادي الانترونور عنده شهر يطلب في ياك, هاو كي مشيت غادي حسيتهم معناتها تبدلوا مش كيما علي خاطر مشيت مؤخر, خاطر مشيت مؤخر وديجا فما شكون وصل قبلي. جابوا شكون؟ جابوا شكون من غاديك حتى هذا الاسماعيلي ولا اتحاد السكندري؟ لا الاتحاد السكندري. قعدت في الاوتيل غاديك كل مره يحكيوا لي حكايه كل مره انا فهمت مانيش, قلت لهم حكيت معاهم قلت لهم وكيما ادوني كونترات ولقيت حاجه اخرى واش اللي تفهمتوا فيه؟ صحيت قلت لهم بعد يحكي لي حاجه اخرى كل مره يحكي لي حاجه, قال لي احنا عندنا كاس عربيه كيما نقولوا مازالوا 8 ايام على الكاس العربيه, وقلت له تو انت تحكي لي انت على كاس العربيه, انا راو المدرب في بيل ولي انا مانيش عامل بريباراسيون معناتها علاش كي وصلت لمصر تبدلت تبدل الكلام. قلت له اسمعني انا مانيش غير كان اللي تفهمنا على العقد موجود موجود, كان ما مش موجود راني باش نروح على روحي ايفيكتيفمون معناتها قعدوا هكاك كل مره يحكي له. يا اخي كلمت جزيري قال لي بالمناسبه نشكره جزيري, مشيت بحذاه لداره قعدت غادي بحذاه ومن بعد روحت من غاديك. قال لي حقك ملي انت في تونس بعثوا لك العقد, وقلت له والله غالب قلت له والله غالب جاهز راني ما في باليش هما باش يعملوا لي كيك وكهو. واضح مازلنا مواصلين بلال العيفة في الحوار معنا معاك, لكن تلحق بيا زميلتي اسماء المده في الاخبار. هبيك اسماء مرحبا يا سلام, اش فما في الاخبار اليوم؟ اخر مستجدات المشاورات بخصوص تشكيل الحكومه, وحزب قلب تونس يقول انه ليس معنيا بالمشاركه في الحكومه هذه. دونك نمشيو للاخبار وبعد متواصلين في زون ميكس حتى للخمسه متاع العشيه في حوارنا مع بلال العيفة.
زون ميكس.